ماذا تعرف عن مجمع إستينيا بارك الذي اشترته قطر في إسطنبول؟ يعد مجمع إستينيا بارك الذي اشترته دولة قطر واحدا من المراكز التجارية الكبرى ومراكز التسوق المهمة في مدينة إسطنبول التركية. واستحوذت قطر على المجمع التجاري الواقع في مدينة سارير القريبة من البحر الأسود بنسبة 100% في اتفاقية وقعتها مع الجانب التركي. وتمثل اتفاقية شراء إستينيا بارك واحدة من 10 اتفاقيات جرى التوقيع عليها ضمن الشراكة الاستراتيجية بين أنقرة والدوحة خلال زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا الخميس، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وحظيت اتفاقية شراء قطر لمجمع إستينيا بارك التجاري باهتمام كبير في أوساط الصحف ووسائل الإعلام التركية، كما أطلق ناشطون أتراك واسما خاصا باسم المجمع للتعليق على الصفقة التجارية والحوار بشأن تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وأنقرة. أين يقع ومما يتكون؟ هو مجمع تجاري ضخم يقع في منطقة سارير شمالي مدينة اسطنبول. تبلغ مساحته الكلية 85,250 مترا مربعا. يتوسطه متنزه طبيعي أخضر تبلغ مساحته 242,000 متر مربع. يبلغ عمر المجمع 13 عاما، حيث تم افتتاحه بتاريخ 21 سبتمبر 2007، وهو مملوك لمجموعتي أورجين ودوغوش التجاريتين. يتكون المجمع من 3 طوابق يجري التنقل بينهما عبر مصاعد بانورامية للتسوق تجمع بين المركز المغلق والمساحة المفتوحة على شكل حديقة مركزية ترفيهية تنتشر فيها المقاهي وزوايا البيع مع ممشى أخضر للمتسوقين، وفيها صدفة عملاقة تتوزع المتاجر على أطرافها. يضع المجمع سوقا تقليدية لبيع الطعام والمنتجات المحلية التركية، تم تصميمها وفقا لفن العمارة والثقافة التركيتين. يشمل المجمع 4 طوابق لمواقف السيارات تتسع ل 3200 سيارة. يضم إستينيا بارك 291 محلا تجاريا، من بينها مراكز إقليمية ونقاط بيع وتوزيع لعلامات تجارية عالمية وتركية شهيرة. أشرف على تصميم المجمع المعماري الأمريكي توم كيلي، واستمرت مدة إنشائه نحو 3 سنوات منذ رسم المخططات حتى الافتتاح الرسمي. يرتبط المجمع بمراكز مختلفة من المدينة عبر 7 خطوط لحافلات النقل. مركز حاضن للأنشطة والفعاليات. يعد إستينيا بارك حاضنة للفعاليات الفنية والفولكلورية في تركيا، فخلال العام الماضي 2019 شهد المجمع إقامة 8 فعاليات كبرى، بينها حفلات عزف موسيقية ومعارض رسوم ولوحات وعروض مسرحية بمشاركة فنانين من دول عدة من العالم. يضم المجمع قاعة سينما ثلاثية الأبعاد تفتح شاشاتها للعروض اليومية على مدار ساعات عمل المجمع، كما تنظم فيه عروض الأزياء. يضم المجمع فعاليات للمرح واللعب للأطفال، وفيه يستقبل الأطفال العام الدراسي سنويا بحفل مفتوح تحت اسم أطفال الروبوت. يحضره كل طفل يهتم بالروبوت ويتطلع ليصبح مهندسا للروبوتات عندما يكبر. يحتضن إستينيا بارك الاحتفالات القومية واحتفالات الأعياد الوطنية التركية مثل عيد الجمهورية وعيد الاستقلال. يشهد المجمع إقامة أسابيع التسوق الكبرى وفي مقدمتها أسبوع التنزيلات والجمعة البيضاء. ما هي إستينيا؟ إستينيا هي إحدى مناطق الجزء الأوروبي لمدينة إسطنبول، ويعود تاريخها إلى العهد اليوناني. تقع على ضفاف البوسفور في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة، وتمتد بين منطقتي إميرغان وينيكوي في مقاطعة سارير القريبة من البحر الأسود. تشتهر إستينيا بانتشار المقاهي ومطاعم الأسماك والمأكولات البحرية، وبدأت تتخذ طابعا تجاريا مع تأسيس بورصة إسطنبول فيها سنة 1995. تحمل كثير من المرافق والمؤسسات المنتشرة في مدينة إسطنبول اسم إستينيا، فهي اسم لجامعة ومستشفى وصالات أفراح ومدارس خاصة وغيرها من المنشآت.